لما نقدم احصائيه بهذا الشكل اللي يكون فيها تفصيل اكثر الدول اللي موجوده فيها اكثر الفئه العمريه اللي مورس عليها العنف اكثر الفترات خلال السنه اللي مورس عليها العنف طبيعه الدول هذه من ناحيه الاقتصاديه ومن ناحيه الاجتماعيه وغيره باش نقدروا نجاوبوا على السؤال لماذا بالضبط المراه هي عرضه للعنف اكثر من الرجل ربما لانه في بعض المجتمعات هي مجتمعات ذكوريه نعم وتمارس العنف على المرأة أكثر مما ما فيه العكس، وفيه بعض المجتمعات اللي قريبة منا مش بعيدة ياسر وين أحيانا نلقوا العكس أن المرأة هي اللي تمارس العنف على على الرجل، ربما لأن المرأة كذلك هي الحلقة الأضعف في الأسرة ربما لأن العنف هذا اللي ممارس هو عنف وكأنه موروث فالشخص اللي يشوف الوالد تاعو يعنف يعنف امه فيمكن احتمال انه يمارس هذا العنف عندما يكون زوج باي شكل من الاشكال يقدر يكون عنف جسدي او يقدر يكون شكل اخر من الاشكال اللي اللي ممكن يعيشها فالاسباب كذلك متعدده لماذا المراه هي الحلقه الاضعف في هذا العنصر لماذا المراه هي التي يمارس عليها العنف في هذا العنصر وهنا نز... خلينا نزيد نطرح سؤال اخر هل ممارسه العنف على المراه هو فعل او رده فعل هو فعل قائم عند الرجل أم هي ردة فعل لأن المرأة كما نقولوا بروفوكت ولا استفزت الرجل ولا فالعلاقة هنا متعدية هي دائرية آآ ممكن آآ نتيجة كانت سبب لنتيجة واحدة أخرى ونتيجة واحدة لا أخرى لا. كانت سبب لآخر